اهلا اهلا، ريفيو النهارده هيكون عن سيرم فيوريلا. هنتكلم عن كل التفاصيل عنه. السيرم ده هو سيرم للشعر بزيت الارجان وزيت اللوز. السيرم ده مكتوب عليه ان هو بيعمل على ترطيب وتغذيه الشعر وحمايه جميع انواع الشعر من اشعه الشمس الضاره. بالنسبه لتجربتي انا معاه، بالنسبه للكلام ده، هو فعلا بيرطب الشعر جدا. السيرم تحس ان هو خفيف مش تقيل. في سيرومات تحس انها بتخلي الشعر ستيكي وملزق، ده بصراحه ما حسيتوش كده، وبيرطب الشعر كويس جدا. بس بالنسبه لي ان هو بتقليل من التجاعيد، هو انت لو شعرك فيه موجه هو مش هيفردها. خلينا نكون متفقين ان مفيش حاجه بتفرد الشعر غير مثلا الحاجات اللي جواها فورمالين او كده، يا اما الحراره، لكن حاجه تفردها لا. هو ممكن يدي ترطيب، ممكن تحس ان الهيشان قل، التشابك وانا بسرح قل، لكن التقليل من التجاعيد فصراحه دي النقطه دي ما مش موجوده فيه. يعني كمان بيدي لمعه حلوه جدا للشعر وبيحافظ عليه من عوامل الحراره لو انت هتخرجي في الشمس وكده ومش محجبه، يعني فهيكون كويس جدا لانه يحمي شعرك من اشعه الشمس. وبيدي لمعه حلوه جدا للشعر، وده بفضل زيت الارجان ومضادات الاكسده اللي جواه. المكونات بتاعته هنا على الباكج بتاعه، هو داخل مش عارفه هتبقى ظاهره ولا ايه، بس ممكن اكتب لكم مكوناته على جنب الشاشه. يعني داخل فيها زبده الشيا وزيت الارجان وكمان زيت جوز الهند، يعني المكونات بتاعته كلها لطيفه. هتستغني بيه عن حاجات تانية انت ممكن تستخدميها معايا. هنا مثلا في ناس تقول لك ده انا بستخدم السيروم او بستخدم كريم للشعر وبخلطهم الاثنين سوا، ده هتحس ان هو لا، السيروم كافي قوي ان هو يرطب شعرك. الحجم بتاعه 75 مللي، السعر بتاعه حوالي تقريبا من 60 ل 65 جنيه. بيتباع على جوميا وعلى نون، بس انا بفضل بصراحة انتي تختاري، يعني لو عليهم عروض تمام، مش عليه عروض تقدري تشتريه احسن من محلات مستحضرات التجميل. انصح بيه جدا، السيروم حلو جدا جدا جدا، بيدي لمعة للشعر وترطيب عالي. بتمنى تكون فدتكم، والفيديو عجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.